الأخوة المستأجرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه يسعدني ويشرفني أن ألتقي بكم في هذا اليوم التاريخي الذي يعد جسرا من جسور التواصل بيني وبينكم. وأود إبلاغكم أنه قد صدرت قرارات جديدة يتم تنفيذها من اليوم، علما أن هذه القرارات صدرت لمصلحتكم أنتم ولخدمتكم أنتم. القرار رقم 1 لعام 2013 يمنع دخول الأطفال تحت السنة 15 لأي سبب من الأسباب. القرار رقم 2 يمنع الإنجاب حتى إشعار آخر. يمنع إدخال الشموع حتى في حالة انطفاء الكهرباء. يمنع الزيارة بعد الساعة 8 مساء حتى إذا كان الزوار ضيوفا من محافظة أخرى. يمنع نعبش. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهى الاجتماع.